المناظرة على هامش الواقعية الكروية وأساليب اللعب الحديثة وسبل تطوير مراكز التدريب بحضور نخبة من الأطر المحلية والدولية البارزة في كرة القدم، كل من الإطار الوطني شكيب جيار أو عمر حاسي وأطر أخرى بالعصبة الجهوية فاس مكناس وقطاع الشباب والرياضة، بجانب تلة من القدماء اللاعبين السابقين لفريق المغرب الرياضي الفاسي والتي أطرها الإطار الدولي واللاعب المحترف السابق ميلود مذكر الغني عن التعريف وطنيا ودوليا، والذي هذا الأخير يشتغل الآن كإطار تقني بإدارة الفريق الكبير السد القطري، كما ساهم كذلك المدير التقني لأكاديمية أقصبي الإطار الوطني واللاعب السابق الدولي فؤاد عسو بإنجاح عبر إدارته المحكمة لفعاليات هذه المناظرة، بجانب حضور وازن للإطار الوطني واللاعب السابق عبد المجيد المتوكل للفريق الوداد الرياضي الفاسي والوداد البيضاوي. شوف لا سيكسياسيون تاع الفرازي كي ديفوندي سي با نورمال نورمال نتكلموا عليه هو بصفه عامه انا خصانيتو في مواضيع كثيره على مستوى كره القدم، جانب التكتيكي جانب البدني جانب النفسي جانب المهاري، ولكن خصاني في موضوع لانه واقع كره القدم العصريه، لان احنا كمدرب اول حاجه خصنا نعرف شنو هو الواقع الان. زمان نتكلموا مثلا على الكره في التسعينات الثمانينات ممكن كل واحد هنا يقدر يعطينا تحليل وعادي، لكن الان انا كمدرب انت كمدرب كيف تتعامل مع الواقع؟ انتم عارفين مشاكل كثيره الان، فريق كيمر عليه اربع مدربين في سنه واحده، مدرب كيجي كيمسك فريق انتم عارفين كيمسك فريق، هو المدرب الثاني كيجي كياخذ فريق وكيلعب خمسه مباريات او سته وكيخسر كارتين كيحيدو مثل مشيت تهضر معاك تقول لك انا جابوا لي اللعابه ماشي انا جبت اللعابه، ولكن انت مدرب قبلتي دوك اللعابه النهار الاول فاش خديتي ذاك الفريق انت جديتي، يعني ما قلتيش انا اللعابه ماشي انا جبتهم ولا انت باغي تدرب، اذا انت ما عندكش صرح لنا كل من الاطار الوطني عمر حاسي والمدير التقني لعصبه جهاد فاس مكناس شكيب جيار ان المناظره كانت بمثابه لقاء تواصلي اسفر عن نقاش وتبادل اطراف الحوار حول الواقعية الكروية الحديثة والمعاصرة باستعراض نماذج لبعض المدارس الكروية العالمية التي يجب أن يعتمدها الأطر الوطنية لتطوير الكرة الوطنية والارتقاء بأساليب اللعب، كما أن المناظرة كانت فرصة لمد جسور التواصل بين الجسم الرياضي لمختلف الأجيال سيما مع مشاركة اللاعبين القدامى لكرة القدم والذي أعطوا إضافة للمناظرة. كما اعتبر الإطار الوطني الدولي المغربي ميلود مذكر للسد القطري أن هذه المناظرة بمثابة دراسة نظرية وتطبيقية للأسلوب الحديث لكرة القدم، معتبرا أن الواقعية الكروية محور وأسلوب جديد للعب إذا أرادت الفرق أن تحصد نتائج جيدة وتهيئ فريق قوي فنيا وتقنيا، مشيرا أن الواقعية الكروية هي الشغال على الإمكانيات المتوفرة تقنيا وفنيا للفريق بشكل موضوعي وواقعي من خلال تطوير نقاط الضعف والتركيز على نقاط القوة على أرضية الميدان مع اعتماد على أهداف واضحة للفريق واستراتيجية محكمة من المدرب من أجل الحفاظ وتكوين تنافسية حقيقية للفريق.